فحقيقة أخونا أنا ما جيت إنه مشارك ولا عندي كلام أقول، لكن إتفاجأت في بعض الكلمات، فلا بد أن أشارك يعني بقدر ما أستطيع من الكلمة إن شاء الله. فأول مداخلة يمكن الأخ، أنا ما كنت أعرفه من قبل وأتكلم وسأل أسئلة مهمة جدا. الغريب في الأمر أخونا مزمل الفقيري على الأقل كان يرد يعني رد علمي الناس تستفيد منه، يفتكرون ده حركة علمية الناس يستفيد كلها، لكن الإجابة غير كافية. فهو بل ترك السؤال وأجاب عن أشياء هو ما سأل. غريب، أنا كنت داير أستفيد يعني أن يكون الإجابة بقدر السؤال. فخش في موضوع أنه فتى ما فتى ويتكلم بأنه هل الصوفية تابوا من الفتى، ده كان كلامه. فأنا أسألك بالله يا شيخ، هل أنت تبت وتراجعت من قولك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا ما سمعت توبة، ما خلاص خلي بالك يا شيخنا. أنا حقيقة آسف جدا إنه الليلة أقابل أخونا، فهو أول مرة أنا ألتقيه مباشرة، فهو كان مشار إليه بحجج قطعية وأدلة ثابتة بأنه هو يتكلم في جانب النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أسألك متى تبت من فعلك هذا، لأنك تعنت في جانب النبي عليه الصلاة والسلام، ودي من أكبر الكبائر عند الله عز وجل كون زول يسيء النبي. أنت تبت متين وتسأل الناس من توبتهم من الفتى؟ خليك من الفتى. اثنين، الأخ المتحدث الأول هو أنكر بأنه نحن ما تابعين لأي جماعة من الجماعات المسمية بأسماءات مختلفة. وبعد شوية أخونا مزمل الفقير لما جاء قالهم باعتبار صلفية، فإذا في تناقض يعني. أنا ما أعرف، هم مرة بيقولوا وهابية ومرة سلفية ومرة أنصار السنة المحمدية ومرة الفرقة الناجية، 99 اسما. نحن لما كنا صوفية لن ولن نتنازل عن هذا الاسم إلى أن نلقى الله، ونحن صوفية ولا نخشى في ذلك لومة لائم. ليه تغيروا 99 اسم يا أخي؟ دي دلالة بأنه في اضطراب منهم ذاته. قبل شوية زول المتحدث الأول قال إحنا ما تابعين لي جماعة، وجاء قال يا أخي أنا صلفية، إذا في تناقض يعني. فاثنين، برضو تكلم الأخ المتحدث الثاني أبديك أنا ما عارف اسمه، نقل بعد الأعراء فأتكلم عن الشطحات. فأنت لو كنت طالب، العلم لا يؤخذ من الكتب وإنما عنده منهج معين الإنسان يتعلمه. العلم يؤخذ شيخ عن شيخ، كابر عن كابر، وهكذا أن تصل العلم إلى رسول الله. فلذلك الأخذ من الكتب مباشرة ده لا يغنيك عن الحق شيئا. فيمكن كثير من الضلالات الآن هو يتكلم وجه الناس، وربما هم أهلهم غائبين وجزء منهم ميتين، لكن أنا أسأل هو مباشرة يتكلم في الموضوع بالنص. ثم ثانيا، فهو الآن يقرأ في كتابه فيه أكثر من 99 خطأ لغوي. أنت لو ما طهرت لسانك عن الأخطاء اللغوية وكيف تفهم الكلمات العربية التي لا يفهم إلا باللغة العربية. فثالثا، الإجابة اللي أنا بركز عليها يا أخونا مزمل الفقيري، أنا داير إجابة واضحة يا شيخ، وباعتبار أنت الآن تمثل داعية على مستوى الدولة تدعي، والآن أنت تجي قدام طلبة الآن هم متوسط في طلبة متوسطين في تعليمهم، ولكن الغريب ذاته على الأقل يعني تنقل لهم نقلة حقيقية علمية كيف يتعامل أهل العلم مع طلبة العلم، ما كان بأسلوب تشرز وإساءات يعني. ده يعني دي كلام غريب جدا، أنا آسف جدا، لكن لو صح التعبير ولو أطلق كلمة الإجرام أو المجرم كان ينصرف إليك، لأنه أنت أسأت النبي عليه الصلاة والسلام. ده كلام حقيقي يا أخونا بكل، أنا مشكلتي معك بس ليه إساءتك للنبي. وأنا الليلة آسف جدا إن أكون أجي أشوفه ذاته، والله كرهت اليوم لأنه أتأسفت أسف كبير جدا. لأول مرة أرى شخص هو زول داعية ويتكلم في المنبر وقدامه داخل جامعة الأنظمة الإسلامية وهو أساء النبي قبل أيام، ويجي يقول لي توبته
السلام عليكم. استنى جريمه يا زلمه ماذا جراي؟ لا لا فقير يا مافي برد لك الشيم ده مالك مالك وجع حسيتها والله انا قبال ما الحمد لله والصلاه والسلام بسم الله قبال ما ده يبدا الكلام الولد الصوفي ده شفت الجلابيه والطاقيه وشال كتاب في يده انا قلت عنده موضوع جبت لي ورقه طويله عشان اكتب ما في اي موضوع مزمل وانا اتاسف جدا قال اتاسف جدا وتاني مشي تاني اتاسف جدا انه مزمل فقيري شفته بعيني وتاني اتاسف انه انت ما دام متاسف جاي ليه؟ نحن اصلا متاسفين نجي نشوف له عقده ما متاسفين لانه احنا جايين نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ما بتاسف انه جيت هنا فما عندك موضوع قال متى تبت ومتى يا زول ده موضوع انتهى زمان انت ما فاهم الحصر ده جاي من وين الزول ده؟ زول الله واقع من كتاب تاريخ ولا شنو؟ ده موضوع انتهى بدري دار تعرفه خش النت ما دار تخش ده النت ما بعرفه ذاته تعرف النت انت؟ ده ما بعرف النت ذاته يا طيب قال السلفيه بيقولوا ما في جماعات بعد شويه قالوا الفرقه الناجيه بعد شويه قالوا الجماعه السلفيه وقال ده المتناقضين السلفية ليست جماعة انت ما فاهم حتى الآن لما يقولوا السلفية ليست جماعة من الجماعات إنما السلفية هي منهج وعقيدة عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان لما يأخذ عقيدته من النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن السنة ومن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان ده يسمى سلفي مو سلفي ما عنده جماعة ولا عنده تكتل ولا عنده حزب ولا إلى آخره لكن هي في النهاية عقيدة فمن اعتقد العقيدة دي كان سلفيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها قال يا نعم السلف أنا لك السلف يعني زول السابق انت لما تتبع لك ناس سبقوك انت تسمى سلفي اي تبعت الناس السبقوك لكني ما جماعة ده ما فاهم اي حاجة لسه بعدين الفرقة الناجية الفرقة الناجية دي في الحديث انت الحديث بتعرفه الفرقة الناجية والفرقة المنصورة وإلى آخره دي وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة ومعاوية قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الواحدة دي الصحابة سألوا عنها قالوا ما هي يا رسول الله قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي دي العلماء سموها الفرقة الناجية لكنه ده مو جايب خبر ذاته أنا جايك لشغلك الأساسي طيب قال نحن الصوفية وما بننكر الكلام ده يعني ولحد ما نموت صوفية كويس طيب قال العلم ما يؤخذ من الكتب إنما يؤخذ عن الأشياخ كلام كويس لكن أنتوا بتاخذوا من الأشياخ البرعي قال ما أنا ما أديك من كتبك بعد البرعي قال ورووا حديثا صح عن مختارهم بغير واسطة البخاري ومسلم اها ده جبتوه من منو من الصوفية هنا قال صح عن مختارهم المختار ده موش النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من الصوفي للنبي قال بغير واسطة البخاري ومسلم ده جابوا كيف ها طيب اقرا معاي كتاب اسمه أزاهير الرياض انت ما قلت دار كتب طيب كتاب أزاهير الرياض انت بتعرفه بتاع سمانية عبد المحمود نور الدايم صفحة 49 طبعة رضي الله عنه بوريك الرضا عنه والله ده كويس الصفحة 49 المطبعة القاهرة كويس قال وهذا الحديث جاب لي حديث كده نجره قال رواه الترمذي وصححوا احمد الطيب البشير بما عنده من الكشف ده لاقاك انت قبل كده قال طلع فوق سال من الحديث ده في الحضره عندهم الحضره الالهيه
وعندهم الحضرة النبوية. قال مشى في الحضرة، سأل الله قال له الحديث ذا كيف صحيح ما صحيح؟ صحيح في النهاية قال صحيح جاء قال والحديث صحيح، صحح مباشرة لا بخاري لا مسلم. وين الإسناد بتاعك؟ من الصوفي أحمد الطيب البشير اللي في العصر الحديث ذا، لحد منه لحد النبي صلى الله عليه وسلم قال مباشرة ما في أي واسطة. ده علمك اللي أخذته من الكتب. طيب بعدين قال مزمل أظنه ولا اتكلم قباله مازن، قال اتكلم في كلامه 99 خطأ لغوي، وانت كلامك ما فيه صح واحدة لغوية، خليكم فيه 99 كلامك كله صح لغوي واحد ما فيه لخبطة ساي. على أي حال أنا لا أدي خلاصة الكلام، كلامك اللي قلته ده كله ما عنده معنى. خلاصة الكلام انت صوفي وجاي تدافع عن الصوفية، انا دار اديك من مراجع الصوفيه عشان الدفاع يبقى دفاع نجيض. انت مش قلتك بين المزمل سب الرسول قال لك تاب انتهى الموضوع. انا دايرك انت توضح لي الان الكلمات اللي بقول لك دي، بديك ثلاثه نقول بس، وريني اصحاب تابوا وين، تابوا ولا ما تابوا؟ يا تتوب انت من الصوفيه، نمره واحد، نمره واحد. كتاب ازاهي الرياض سمانيه الصفحه 200 طق كده، ده الطبع الآن قاعد في مكتبتكم دار العلوم ما حقتنا نحن. البيبيع في الكتب دي سبحة طويلة، ده تابع لنا نحن، هذا بجاي مدرمان في سوق مدرمان مكتبة جامع العلوم الصفحة 200 قال عبد المحمود نور الدايم الطيبي السماني، قال جاءتني رسالة من الحق عز وجل، رسالة من منو؟ من الله، مكتوب فيها بقلم القدرة سلام قولا من رب الرحيم إلى عبدي أحمد الطيب. إلى عبدي ده معناه من الله صح؟ إلى عبدي أحمد الطيب، قال لي قد غفرنا لك وأهل غرابتك، غفرنا لك. قال فقلت ما رضيان لسه، وين الصوفي ده؟ مشى وين؟ أنت قاعد؟ أيوه خليك قاعد ما تمشي، قرب تعال ما تبتعد. ده قال فقلت ظني في ربي أكثر من هذا، داير أكثر. قال فجاءتني أخرى رسالة نمرة 2 مكتوب فيها قد غفرنا لك وجميع أهل قرابتك، كلهم غفرنا لكم. رسل رسالة ثالثة لي الله، خد بالك الرسائل دي هو برسل وربنا برسل له رسائل ماشية. أنا ما عارف رأيته نوع من أنواع الرسائل، لكن دي بس الكاتبة هو أنا بعلي بالمكتوب جوا ده. قال فجاءتني ثالثة فيها ما في الرسالتين وزيادة كل من عرف اسمك، قال لك أي زول بعرف اسم أحمد طيب البشير غفرنا له. أنت رأيك شنو في الكلام ده؟ أنا بعرفه، أنا ده أنت بتقول وهابي، بي وهابي تدي، انا بعرف اسم احمد الطيب البشير غفروا لي، بخش الجنه ولا ما بخش؟ بخش. وهابي قال لي طيب ما قال كل من عرف اسمك، كل من عرف اسمك بخش الجنه، ما قالوا في وهابي ما بخش ولا قالوا تجاني بخش، لا قال كل من عرف اسمك. يا ناس اسالكم بالله، انتم مسلمين وبتقروا في جامعه درمان الاسلاميه محل تعليم الدين، هل لاقاكم نص من نصوص القرآن والسنة إنه اللي بيعرف ليس زول أيا كان زول بخش الجنة؟ يا ناس النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، أنت لو عرفت اسمه ما بدخلك الجنة إلا تتبعه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من عرف اسمي؟ لا، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. انت لو تعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم وما آمنت به جهنم، جهنم طوالي. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي، خد بالك بي ده باسمي يعني، من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. تقول لي تعرف اسمه تخش الجنة؟
يا صوفي انت كده رايك شنو في العقيده دي؟ ما تقول تسلي وانا اتاسف انه شفته متزمل بالله وما تاسفت على كلام الزول اللي قالوا ده اصل ما تاسفت كله يدخلكم الجنه ساي. الصفحه البعديه طوالي قال بشر من رآني دي قباله شويه صفحه 133 132 133 قال من رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني دخل الجنة. أها البلد دي الجنة كلها شت بيم الزميل كلهم الجنة. رأيك شنو يا صوفي في الكلام ده؟ يا أخي أنت دخلت نفسك في ورطة خلاك تقول أنا صوفي شنو؟ دي ورطة والكتب دي أوعى كمان تغلط وتبقى أنت دي جامعة ده محل علم طلبة دي الناس مثقفين وعارفين قوانين المصنفات وعارفين الكتب دي تحقيقها كيف وعارفين الكتب بيتأكدوا منها كيف. أوعى تقول إيه كتبته أنتوا لأن تبقى لك فضيحة قدام الطلبة بقى اللي بيته بيطلعوك درويش ساي. أوعى وسط درويش صح؟ أنت أصلا درويش لكن والدراويش دي بالمناسبة ما سميناكم إحنا عشان ما تقول وهذا أساءنا. أساءك منو؟ نسيتك أنا؟ اقرا كتاب يستنبئونك كاتبه مدير الجامعه دي مات قبل زمن كتاب يستنبئونك قال لماذا سمي الدرويش بالدرويش ابس امشي ازاله انا خليني سماكم حسن الفاتح قريب الله مدير جامعه مدرسة اسلاميه كتاب يستنبئونك امشي اقراه انت بتقرا انت فاضي هون دخل واحد فيهم بس عماره كله يمشي الحوليه تلقاه عين في النوبه وعين في الفته كمل الفطه قام على النوبه سقرقي قرقي حركي مرتي فهمت رقص زين شبع مشى تندل نام ده موضوعك ده علمك يا زول تغي الله تصوف ده عباره عن باطل كله باطل من اوله لاخره وضلال. اديتك نقلين بس اديك واحد ثالث يكيفك وتعرف انه التصوف ده من هنا يا تبت منه يا انت على ضلال. اعرف المعلومه دي كتاب سراج السالكين دوت بدر عندك رأي في دوت بدر كمان؟ بدر اوعك من فوقك ها؟ ناس مواهيم ناس ربونا على الوهم والله إن احنا نشوف الشعب السوداني ده قبل اليوم فتره قبل زمن اكان تطرى لك اسم ولي الشارع كله يكورك لا بالراحه لا في شنو؟ من فوقك وسوي ما في حاجه يا مسلم نحن قاعدين ننظم في التصوف ده سنين ما شاء الله ما في حاجه شداد ولوداد جاري ياسين السابق بحصل باب الجامعه قبالك فهمت بس طويها ما حلال حرام بنشر بنغولا بغنيه هي مريسه الباص بالله شوف الناس اسم محلات الباص الفاتحه في الشوارع دي كلها فاتحه لنا نحن بس ما بتخافوا الله يا اخواننا الشعب السوداني تب ما قاعد ياكل الا نحن ما اقول يا اخ حلواني ود الباشا فاتح لنا نحن والبحيره وما تعرف شنو محل ما تم اشتغل لك محل ده بس لينا ورانا ما شاء الله والله لو نحن بناكل الباستا في البلد دي كلها يا صوفي شيلوا شيلتكم والله تاني ما بننقدر لكم اصو. طيب نرجع لكتاب زاهر الرياض عشان تعرف الضلال بتاع كتب شيوخك ولا شنو؟ سراج السالكين دوت بدر المطبعه الطبعته تابعه لوزاره الارشاد والاوقاف دي حقتنا نحن طبعنا ونحن بعد دار العملة شفت محل القروش البقر محل بيطبعوا البقر ده بيطبعوا الكتاب ده معاه جوا فهمت؟ وزارة الذكر والذاكرين ولا اسمها شنين المجلس الأعلى للذكر والذاكرين الصفحة 113 114 قال إن لله أربعة أولياء كمل الأولياء القاطعين تب الكاربين أربعة قال أربعة أولياء كمل ثمانية أولياء كمل أربعة باليمن وأربعة بالسودان نحن عندنا نص الأولياء ما شاء الله نص الأولياء حقنا نحن صوفيا أنتم متكيفين صح؟ أربعة يمنيين وأربعة سودانيين ديل الأولياء القاطعين قال فكف عن ذكر الذين باليمن ديل ما اشتغل بهم قال أما الأربعة الذين بالسودان منهم دفع الله المصوبا ده في هناك في الجزيرة قال شوف كراماته قال وقد جر الشمس مع الملائكة 33 سنة جر الشمس مع الملائكة يا صوفي انت كيف الكلام ده معك قادر تستوعبه
شبكتك مجمعة؟ قال جاري الشمس مع الملائكة. فهمت؟ قال واسمه عند أهل الله مصوبا الحضرات. طيب جابوا في التلفزيون مرة بيتكلموا على القصة دي ذاتها. قال دفع الله المصوبا أصلا السبب اللي خليه يجر الشمس شنو؟ قال يوم يتأخر من صلاة العصر. هو أنت ولي صالح تخلي صلاة العصر؟ في ولي يا أخوانا بأخر الصلاة؟ قال يتأخر من صلاة العصر لحد ما الشمس قربت تغيب خلاص ولا غابت. بعد ذاك رسل الحوار بتاعه وما جاب المويه سريع من البحر. الحوار لما يتأخر الشمس قربت تغيب قال جر الشمس رجع شوية عشان يلحق صلاة العصر ومشى هناك محل الحوار محل غاب وبقى فتش عنه. حوار وينو جلوك؟ قالوا جلوك ده بلع وتمساح جوا. قال وقف جنب البحر قال للتماسيح اجمعوا هنا اجمع كل وده تعلم دي هو ولا شيخ ولا ايش تماسيح اجمعوا؟ في تماسيح بتفاهموا مع شيخ؟ من الخرج انت لقاك تمساح بتفاهم له مع شيخ؟ قال ورجوا مارقين كلهم. قال لهم البلع جلوك وينو؟ ما في اي واحد يتكلم سكتوا ساي. وين البلع جلوك؟ سكت. ده بتحتيت بيكون وهاب التمساح ده. قال في النهاية ضربوا بالسبحة بقوا حجر ومرق جلوك. قال مرقوا من بطنه مرقوا شديد. خد بالك في ذول بيبلعوا تمساح يا اخوانا بيمرق شديد كان معلب ولا شنو؟ مرقوا زي ما هو فهمت؟ مرق البتاع ده برا جلوك بعد شوية ده جر الشمس. قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا والتمساح حجر في شان جلوك قلبوا. صفق يا صوفي دي مدحت شيخك. عندك نفس؟ عندك نفس تكبر كمان انت؟ عندك نفس؟ كبر على الباطل ده والضلال والشرك بالله سبحانه وتعالى والاعتداء على حق الله والاعتداء على القرآن والاعتداء على السنة. تكبر على الباطل انت فرحان كمان؟ مسكين خليه خليه. لا لا لسه الشغل ده مسخن لسه يا زول خليه. طيب شفته؟ قام قال والثاني منهم دول الأولياء الأربعة يا دوب انا اديتك الأول لسه في ثلاثة تاني في ثلاثة. قال والثاني منهم الشيخ حسن وتحسونا. قال بطره الله بطرا جزيلا جميلا ألان الحجر ليده وأحيا الأموات بسره. أحيا الأموات ترجع كتاب طبقات والضيف الله تعرفوا ده احنا درسناه في الجامعة درسونا منه مقررات في الثقافة السودانية. ما تقول لي ما احتفلت به سنار عاصمة الثقافة احتفلوا عملوا ندوة في قاعة الشارقة جامعة الخرطوم احتفاء بكتاب طبقات والضيف الله لأنه ده ترجم للأولياء السودانيين زي ما كتاب الطبقات الكبرى للشعراني ترجم للأولياء المصريين. ده لما اتكلم عن حسن وتحسونا قال باب من كرامات حسن وتحسونا إحياء الموتى. ميت بقومه تاني رأيكم شنو في الكلام ده يا ناس؟ يحيي الموتى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك البحي الموتى منو؟ الله يا مسكين البحي الموتى الله. قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قرآن انتم ما قريتوا يا صوفية؟ البحي الموتى الله. ربنا سبحانه وتعالى قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. دي في سورة الأنبياء. وربنا قال في سورة ياسين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. المادة تاني ما برجع لكن الصوفية قال برجعون بمزاجهم. وشوف رجع كيف. قال مرته طبخت له دجاجة جابتها له الدجاجة قال ما عجبت ده حسن وتحسونا. قال الدجاجة قومي قال لبست ريشة وقامت. بالله صدقناك يا صدقت صدقناك يا صوفي. تلعبوا على منو انتوا؟ انتوا تلعبوا على منو؟ اقول لك قوله المغابر هذه قريبه بياي مغابر بتاعت الفتيحات ولا نمشي مغابر حمد النيل. جيب 16 صوفي من الاولياء اختارهم اختيار اعمل المؤتمر الجامع للاولياء والصالحين بالسودان. لما الاولياء بتاعنا تشتنين دارين بيان بالعمل في الجيش هناك بيقول لك بيان بالعمل مش كده؟ بس دارين بيان بالعمل. امشي امرق لنا واحد من المواطن دي
واحد بس مش احيا الاموات كلهم لا واحد تعال قوم لنا واحد انتوا مستهبلين ولا شنو يا خلي قوم لنا واحد اللي يقوم اللي قال الكلام ده بس اللي يقوم ذاته اللي قال الكلام ده منه مش ود بدر جيب ود بدر قول له امرك قول له تعال قول له ود بدر الحقنا كتمت في النورمان الاسلاميه الحقنا بيقدر يلحقك جيبه جيب البورعي تقدر يا مسكين ده كله لعب نمرة ثلاثة قال الأولياء والصالحين قال الشيخ أحمد ابن الطيب ابن البشير قال وقد ملك الله الكون 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة هذا كيف ده صح برضو بجوز ملك الكون ما شاء الله عليك طيب نحن جوا الكون ولا برا الكون نحن دين يا صوفية مدام ملكت الكون ما قادرين على الوهابية اللي قاعدين في الكون ديل انفخونا كده هسه واحد منكم يشد حيله كده يشد حيله ويملى جضوم وهوى ووف انفخنا انفخ كده انا ناجيك انفخ اها رفع يده وقلبين ما في حاجة هوا ده رفع انه قال تقدر تغش نحن تلعبوا على الشعب السوداني سنين لكن الحمد لله الله سلطنا عليكم ننجمكم واحد واحد يا صوفية تلعبوا على عقائد الناس ملك الكون 33 سنة قال ما ضيع منه جناح بعوضة بالله لا في جدادة ماتت لا في مرة طلقوها لا في أي حاجة 33 سنة 33 سنة قال كذابين ومفترين قال ومنهم الشيخ إدريس ابن الأرباب أفريكا ده جدي أنا ما تقول أنت زعلان ده جدي أنت جدك آه. قال أفريكا قال وهذه الفركة اللباس بتاعه ده هي من لباس الجنة قال مرقوا من بطن أمه بفركة دي قال من لباس الجنة يا ناس ما بتخافوا الله ما بتخافوا الله لباس الجنة قاعد هنا في البلد دي يعني في هدوم بتاع الجنة قاعدة لابس صوفي وكالفح به ولا في الشارع كله كذب ولعب على الشريعة الإسلامية ولعب على الدين عشان كده بفضل الله سبحانه وتعالى لما اتفضحوا الصوفية الجامعة دي قبل اليوم احنا كنا بنجي بيجوك كمية بتاعت حيران ودراويش ما بنقدر ننظم هنا ذاته كانوا كتار النازل انت ما عارفهم زمان احنا بنجي قبل 7-8-10 سنة في المحل ده هنا ذاته وبيجاي في الكلية بتاعتهم ديك بيجوك بيسبحهم جارين وجلاليب ومكلفحين بدلاقين خضر وحاجات يصيروا بتقدر تنظم ذاته أصل الحمد لله فضلوا ثلاثة ده واحد وداك في واحد بكوركون ورا ثلاثة فهمت؟ والثلاثة ما عندهم موضوع، يعني لو ثلاثة عندهم موضوع معلش، الثلاثة ما عندهم موضوع، يعني هسه الثلاثة لو دخلناهم قلنا لهم سمعوا صورة النمل هنا ده، واحد يوم بيسمعها ما في. تقدر؟ تعال خش. سمع صورة النمل. تبدأ شنو؟ بشنو تبدأ؟ تبدأ بشنو؟ هات. أمسك المايك ده. جيب. داير كم؟ شوف بعدد آيات صورة النمل بديك. فيها كم آية؟ اي ايه بجنيه تعال اي ايه بجنيه اقرا انت لوح انا لوح اقرا بس انت لوح انا لوح اقرا انت لوح انا لوح اقرا اللوح الاول ابدا اقرا اللوح الاول انت اقرا ابدا انا اقرا اللوح الاول اقرا انا وابدا معك شفت الجرسه دي كيف شفت الجرسه استهبل مش شغلتك بلاش الشغله بتاع الدروشه عشان كده يا اخوانا خلوهم ما عنده موضوع ما انتهى قلت له لا يا بجنيه غلبته قال لوح لنوح قلت له ابدا غلبه ما بتقدر صورة النمل بدايتها شنو انت ما بتعرفها يا ولد بتضيع زمنك عشان كده بفضل الله يا شباب النازل بقت ها عقيدتهم مفضوحه دي نمره واحد جدا ان شاء الله جدا كويس النازل عقيدتهم اتفضحت العقيده القبيحه والشرك والضلال لما اتفضح للطلبه ترى بيقوا زليلين زي ده بيقوا زليلين زي ده لانه اتفضحت عقائدهم الكتب موجوده انت ترى بتقدر تغش الشعب السوداني زمان لقيت الناس فيهم جهل الا من رحم الله وتخدعهم تخش لحله كامله تقول لهم جفكي هنا تعالوا اشربوا المحايه وتعالوا ابيع لكم تبيع لهم تراب بتبيعوا للشعب السوداني في تراب زمن طويل اهلنا سويتوا لهم حصاوي مرضتهم مرض بتراب اكلتوا لهم محايات شربتهم بصغات الشيوخ ناس زمن واحد بيجيو تي في من البزاق بتاع الشيخ مرضوا الناس مرض واذوا الناس في عقيدتهم
وضللوهم، لكن الحمد لله ربنا فضحكم يا صوفيا. والله اتفضحتوا فضيحة تاني، ما عندك حجة لأنه كتابك قاعد. مش هذه الكتب وين جبتها معاكم؟ ده هذا شنطة، فهمت؟ وهذا واحد، وشوف أحمد هسه بوريك الحاصل. هذا ده فيه صورة منه، صورة منه شايفه؟ ده صورتي أنا عن ليه؟ ده جايك لو أحمد البدوي بعد شوية ما يلبس ده صنة. شفت الشغلانة دي لما اتفضحت بيقوا ترى الصوفية جنس ذكي، ده جنس ذكي. فنحن يا شباب عملنا المنتدى بتاعنا في المحل ده هنا، أنا دار أوصل رسالة أخيرة وأختم كلامي. عملنا المنتدى في المكان ده نقاش علمي، إحنا دار نحاور محاورة علمية الطالب يستفيد منها، يتعلم، يطلع بمعلومة جديدة، يعرف إنه الحق وين والباطل وين، موثق من الكتب. عشان كده إحنا الصوفية دار ولا غيرهم، أي زول دار يناقش دار إنه يجينا المرة الجاية يناقش نقاش علمي، جيب الأحاديث الضعيفة اللي أنتم ماسكين هذه. من لم يزرني فقد جفاني، وما تعرف رأى النبي صلى الله عليه وسلم في العرش مكتوب، أو آدم مكتوب محمد، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال أستشفع بك. جيب الحديث الضعيفة دي كلها عشان نتناقش فيها نقاش علمي، الطالب لا تطلع بمعلومة. لكن ما تقول تقيد هو مزمل، أنت تبت ولا ما تبت يا أخ؟ ما تاب أنت موضوعك مع مزمل؟ في طلبة هنا قاعدين دار يستفيدوا، طلبة ديل دار يستفيدوا، تعالي تقول كلامك ها ونحن بنرد عليك، ده النقاش العلمي، فهمت؟ صوفيتك ديلك تابوا؟ تعالوا ورينا تابوا، ما تابوا خليهم ضربهم شنو؟ درب يدخلوك الجنة؟ والله الرمادو ما عنده ليك. الرمادو ربنا قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ما عندهم لك حاجة، فكهم يا أخي. وانت إن شاء الله ما دام بتلاوي فينا بتلاوي فيني ولا وإنه أوه زعلان كده أنت بتمشي تمام، أنا متأكد كتار زي ديل بإذن الله تعالى. بدو زي ده واحد بيجي زعلان وصر لك وانت وهابية يوم الأول زعلان، اليوم الثاني بقرب شوية، اليوم الثالث بيقعد في الواطة، فهمت؟ صلاح خنجر ذاك ما ضال يا أخي كويس. المهم ناس كتار زي كده استفادوا، إن شاء الله إحنا نري لك الخير يا أخي، إحنا ما داري لك الشر. على أي حال يا صوفي المرة الجاية جيبوا لنا الكتب، تعال ناقشوا نقاش علمي.